كابتن اسامه اعرف رايك برضو واخد رايك في الكلام، لانه الحقيقه في النهايه ما هو برضو انا كراجل يعني مشاهد او بشجع منتخب بلدي، انا عايز اشوف جمله ما سهله ان انا اقول للعيبه، خصوصا دول لعيبه كلهم محترفين وكبار سواء محترفين جوه مصر او بره مصر، فبالتالي كان ممكن جدا ان انا اعمل جمله. يعني انا شفت مثلا في الكرات الثابته عمل حاجه او حاجتين في الكرات الثابته، فاصبحت واضحه ان الكابتن ايهاب جلال عمل حاجه في كره ثابته، ولكن بقيه المباراه كابتن ما شفناش اي حاجه. لا ما فيش شك في كده، يعني هو احسن ما في المباراه النهارده النتيجه، لانه الماتش كان ماشي للتعادل. يعني بالذات الشوط الثاني انت تقريبا مالكش ولا كره ناحيه على المرمى ولا اي خطوره. ايوه بالعكس، هم ليهم فرصتين خطر جدا. يمكن الشوط الاولاني كام كورنر، تسديده بتاعت مرموش الفاول، تسديده من امام عاشور يعني، لكن الماتش كان رايح للتعادل. فاهم حاجه النهارده كانت النتيجه، وانا مع علاء طبعا مش هنقدر نقيم ايهاب جلال فنيا بالنسبه لاداء المنتخب المصري في اول مباراه بعد 3 4 او 5 تدريبات. يعني زي ما انت قلت، يمكن الواضح الضربات الثابته فيها حاجه بتتعمل، لكن مجمل الاداء ما فيش حاجه كانت واضحه ان هي معموله. هم بيحاولوا يسيطروا زي اسلوب ايهاب، انه يحاول يبدا كره من تحت، انه يسيطروا، ولكن في الثلث الاخير انت ما كانش ليك اي تاثير واضح، وبالعكس الاداء ما هو هبط كمان الشوط الثاني اكتر. هو كابتن اسامه معلش، ما هو حضراتكم برضو نجوم كبار وعارفين الكلام ده كويس. هل ان انا العب الكره ما بين ياسر ابراهيم والونش وايمن اشرف وعمر جابر، هل ده كابتن ده هو ده الاداء بتاع الكابتن ايهاب؟ كابتن ايهاب انت بيبدا كده، ولكن بيبدا كده علشان بالظبط الخطوه، علشان دي بقى اسلام دي ما كانتش موجوده خالص. علشان دي هي دي النهارده اللي كانت غايبه عن المنتخب، لان عشان دي محتاجه واحد عنده الامكانيات والصفات اللي مثلا كانت في عبد الله السعيد، في محمد مجدي، حد بيعرف يلعب 10. لكن زي ما بقول لك امام مش بتاعته.